بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الزهراء يا منهج هداية لكل البرايا قطها السبيل. الزهراء يا منهج هداية قطها السبيل. الزهراء يا منهج هداية قطها السبيل. الزهراء يا منهج هداية قطها السبيل. أيها الشاب المهذب أخي يا ابن الرافدة أنت شمعة وأنت أيها الشاب المهذب أخي يا ابن الرافدة أنت شمعة أنت درة أنت يا جوهر ثمين أنت يا جوهر ثمين. اسمع اسمع النصيحة من أخ الناصر آمين من أخ الناصر آمين من أخ الناصر آمين. الدنيا ما تسوى يا أخويا والنافس جدا كريم خلي أخلاقك عظيمة واحفظ النعمة جسيمة لا تطيع إبليس كلها أعمالها عظيمة كلها أعمالها عظيمة. الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل. الزهراء يا الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل خطها السبيل. انتظار المهدي واجب على الصغير وعلى الكبير آية بيها ونص إله من النبي ومن الأمير كل مذاهبنا الكريمة جابتها وعليها تشير جابتها وعليها تشير منها تذكر اسمه يقطع آخر الزمان ينهي كل جار وظليم يملأ العالم أمان يملأ العالم أمان يملأ العالم أمان. يحييها الناس بقيام ينهي الذل والهوان يحييها الناس بقيام ينهي الذل والهوان ينهي الذل والهوان ينهي الذل والهوان ينهي الذل والهوان. زهرة منهج هداية زهرة الزهرة يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل. الزهرة يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل. احنا نتعرض لهجمه ضد الاسلام واصول والامل بيكم يا اخوت انتم اصحاب البطوله انتم اصحاب البطوله يا شباب انتم يا مس يلي طول النخلة طول يلي طول النخلة طول فيك نتحدى المصاح فكرك النيل سلاح انت يا ابن العربي انت يا سليل اهل الكفاح يا سليل اهل الكفاح يا سليل اهل الكفاح يا امل امتنا انت للتقدم بالصلاه للتقدم بالصلاه للتقدم بالصلاه للتقدم بالصلاه. العراقي يبقى قدوة للعرب والمسلمين العراقي دوما قائد هو ذو الفكر المتين كم بطولة وكم بطولة كم ناصر واضح مبين. يلا 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 اقلع عن ذنوبك يلا قرعان الإمام يلا قرعان الإمام باعتدالك وامتثال تشهر الحق والسلام تشهر الحق والسلام طاعة الأم طاعة واحترامك للنظام واحترامك للنظام. العراقي يبقى قدوة للعرب والمسلمين العراقي دوما قال هو ذي الفكر المتين كم بطولة وكم بطولة كم ناصر واضح مبين. يلا 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 اطلع عن ذنوب يلا اطلع عن ذنوبك يلا اطلع عن ذنوبك يلا اطلع عن ذنوبك يلا اقلع عن ذنوبك يلا قرعان الإمام يلا قرعان الإمام باعتدالك وامتثالك تنشر الحق والسلام تنشر الحق والسلام تنشر الحق والسلام طاعة الأم طاعة واحترامك للنظام. الزهراء يا منهج هداية الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل. الزهراء يا منهج هداية كل منا
تنظم في امورك قد وصير كباب وصير الكشبه كتاب الله علوم هو افضل في الكتاب هو افضل في الكتاب في الفضائل يا حبيب فضلك تخطى الرقاب فضلك تخطى الرقاب من حقوق الخير يا خي من حقوق الخير يا خي لنسعى ويعلمه همه همه وحزنه ولما ما علمه يا لما ما علمه يا لما ما علمه يا لما ما علمه يا لما ما علمه انت اخوي وانا اخو هذا فخر ومكرمه هذه فخر ومكرمه هذه فخر ومكرمه زهرة يا منهجداية كل البرايا السبيل الزهرة يا منهجداية كل البرايا خطها السبيل العراقي يبقى قدوة للعرب والمسلمين العراقي دوما قال هو ذي الفكر المتين كم بطولة وكم بطول كم ناصر واضح مبين يلا 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 اطلع عن ذنوب يلا قرعان الإيمان اعتدالك وامتثال تشور الحق والسلام تشور الحق والسلام طاعة لهم طاعة لهم واحترامك للنظام الزهراء منهج هداية كل البرايا خط السبيل الزهراء منهج هداية كل البرايا خط السبيل خط السبيل انتظار المهدي واجب على الصغير وعلى الكبير هيا به ونصيله من ناب ومن الامير كل مذاهبنا الكريم جابته وعليه تشير كلها تذكر اسمه يطلع اخر الزمان يلهيك الجار وظالم قبل العالم امام يحييها الناس بقيه يديه الذل والاوام احنا نتعرض لهجم ضد الاسلام ووصول والامل بيكم يا اخوي وانتوا اصحاب البطول يا شباب انتم يا مس يلي طول النخله طول فيك نتحدى المساء فكرك النير سلاح انت يا ابن العربيات يا سليل على الاستفاء يا امل امتنا بالتقدم والصلاه الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل ايها الشاب المهذب اخي يا ابن الرافدين انت شمعة وانت در وانت يا جوهر ثمين اسمع اسمع هالنصيحة من اخي الناصر امين الدنيا ما تسوى يا اخوي والنافس جدا كريم خلي اخلاقك عاظم واحفظ النعمة الجسيم واحفظ النعمة الجسيم لا تطيع ابليس لان كل اعمال عظيمة انتظارك انتظار انتظار المهدي واجب على الصغير وعلى الكبير انتظار المهدي واجب على الصغير وعلى الكبير هيا به ونصيله من نبي ومن الامير كل مذاهبنا كريم ثابته وعليه تشير ثابته وعليه تشير كلها تذكر اسمه يطلع لاخر الزمان ينتهي ينهي الجار الظليمه ينهي الجار ويملا العالم امان ينتهي جار ظليم يملا العالم امان الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل الزهراء يا منهج انتظار المهدي واد الصغير وعلى الكبير هيا بيها ونصيله من ناب ومن الامير كل مذاهبنا الكريم جابته وعليه تشير كلها تذكر اسمه يطلع لاخر الزمان ينهيك الجار وظالم يملا العالم امان يحييها الناس بقيام ينتهي الذل والهوى الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل نتعرض لهجم ضد الاسلام ووصول والعمل بيكم يا اخوتي انتم اصحاب البطول يا شباب انتم يا مس يلي طول النخله طول فيك نتحدى المساع فكرك النير سلاح انت يا ابن العربيان يا سليل اهل الكفاح يا عمل امتنا للتقدم والصلاه الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل الزهراء يا منهج هداية كل البرايا خطها السبيل